كنت مش ملاقية أشياء صحية، يعني حلويات صحية في غزة يعني، وكنت بدور. أنا بحب الحلو بطبعي يعني. فبعد ما صرت يعني متقنة الأشياء تماماً، فلما قررت أفتح مشروع خاص فيا، قررت للحلويات مش للبصريات، لأنه أول إشي هذا الإشي مش موجود في غزة، تاني إشي الشغلة اللي أنا بحبها. يعني كنت محروم من كل المخبوزات هذه، من كل الحاجات اللي تباع في المحلات العادية، أبتعد عنها. لكن اليوم أنا ممكن أرجع أتناول هذه الحاجات اللي أنا كنت محروم منها، لأنه ما كانش حد يقدم ليها. اليوم في محل بيقدم.